المسمى في السماء بأحمد، والملقب في الأرض محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إن يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نور الله جل جلاله
والتين والزيتون والشف والتروح مهابط وحي الله حزان علمه لمعرفة مقام الاجتباء في حياة الإمام الحسن عليه السلام. إن أردنا أن ندرك هذا المفهوم ما هو الاجتباء في حياته عليه السلام،
فهناك مقدمتين لا بد للإشارة إليهما. الأولى: ما هو سر تعدد ألقاب المعصومين عليهم السلام؟ ما هي الحقيقة التي تكمن حول تعدد ألقاب المعصومين عليهم السلام؟ ما هو السر في تعدد ألقاب الإمام الحسن عليه السلام؟ الجواب أن السر في تعدد ألقابهم عليهم السلام يعود غالباً إلى أربعة مناشئ. المنشأ الأول هي ذاته، يعني ذات المعصوم. بعض الألقاب تعود إلى ذات المعصوم فتعرفنا على ذاته اللي هي ذات طاهرة منزهة مقدسة. المنشأ الثاني تعرفنا على ملكات المعصوم. المنشأ الثالث: بعض ألقاب المعصومين تعود إلى أفعال المعصومين، يعني تعرفنا على أفعالهم. والمنشأ الرابع: وبعض مقامات وبعض ألقاب المعصومين عليهم السلام تعود إلى مقامات المعصوم. ولهذا دائما ما نجد أن ألقاب الأئمة عليهم السلام تعود دائما إلى واحدة من هذه المناشئ والحيثيات. ولهذا نحن لما نقرأ الآن في زيارة الإمام الحسن عليه السلام، تقرأ في زيارته: السلام عليك أيها الطاهر الزكي. الطاهر لقب من ألقابه عليه السلام، الزكي لقب من ألقابه عليه السلام، لكن هذه الألقاب تعود إلى ذات الإمام الحسن، فهي تعلمنا أن ذات الإمام الحسن هي ذات طاهرة، أن ذات الإمام الحسن عليه السلام هي ذات زكية. إذن هذا هو المنشأ الأول، الذات. أيضا تذهب في زيارة الإمام الحسن عليه السلام في الفقرة الأخرى تقرأ: السلام عليك أيها البر الوفي. البر لقب من ألقابه عليه السلام، والوفي لقب من ألقابه، لكن هذه الألقاب لا تعود إلى ذاته بل تعود إلى ملكاته. فمن ملكاته عليه السلام أنه بر وفي. أيضا تقرأ في زيارة ذهب: السلام عليك يا ناصر دين الله. ناصر دين الله لقب من ألقاب الإمام المجتبى عليه السلام، لكن هذا اللقب لا يعرفنا على ذات الإمام ولا يعرفنا على ملكات الإمام، إنما يعرفنا على أفعال الإمام. فمن أفعاله التي يعجز البشر عن العمل بها هو أنه عليه السلام كان ناصرا لدين الله. بعد تذهب في الزيارة وتقرأ: السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا صراط الله. حجة الله، صفوة الله، صراط الله، هذه ألقاب للإمام الحسن عليه السلام، لكن هذه الألقاب لا تعود إلى ذاته ولا تعود إلى ملكاته ولا تعود إلى أفعاله، إنما تعود إلى مقاماته. فمن مقاماته عليه السلام أنه كان حجة الله على خلقه، فمن مقاماته عليه السلام أنه كان صراط الله المستقيم. ولهذا إذن لما نقرأ زيارة الإمام الحسن عليه السلام نجد هذا المعنى، القراءة بتمعن حتى نتعرف على حقيقة أهل البيت عليهم السلام. إذن فبعض ألقاب المعصومين
تعود إلى ذاتهم، وبعض ألقاب المعصومين تعود إلى ملكاتهم، وبعض ألقاب المعصومين تعود إلى أفعالهم، وبعض ألقاب المعصومين عليهم السلام تعود إلى مقاماتهم. هذه هي المقدمة الأولى، السر في تعدد ألقاب المعصومين عليهم السلام هو من تعدد هذه المناشئ والحيثيات. يأتي المقدمة الثانية، إمامنا الحسن المجتبى من مفاهيم القرآن ومن التأملات القرآنية أن مقام الاجتباء مقام عظيم ما بلغه إلا الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يذكر في آياته هذا المفهوم، يتحدث عن نبي الله إبراهيم يقول شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذا نبي الله إبراهيم بلغ مقام الاجتباء. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نبي الله يونس يقول اجتباه ربه فجعلناه من الصالحين. إذن أيضا نبي الله يونس بلغ مقام الاجتباء. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كل من الأنبياء إسماعيل واليسع ولوطا يقول لهؤلاء كلا فضلنا على العالمين اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن أيضا هؤلاء بلغوا مقام الاجتباء. إذن الاجتباء في مفهومه الحقيقي هو مفهوم قرآني، وهو من التأملات القرآنية التي من المقامات التي ما بلغ بها إلا الأنبياء. بعد هذه المقدمة نعود إلى الرواية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده المباركة على كتف الحسن عليه السلام وقال هذا السيد المجتبى. ما هو يعني الاجتباء؟ ما هو مفهوم الاجتباء؟ طبعا هناك إن أردنا أن نتعرف ثلاثة عناوين، الأول هو الاصطفاء، والثاني هو الارتضاء، ثم يأتي الاجتباء، وهذه العناوين كلها تندرج تحت عنوان واحد وهو الاختيار، وكلها جعلت لمحمد وآل محمد. ولذا تقرأ في الزيارة الجامعة اصطفاكم بعلمه واختاركم لسره. هم المصطفون، هم المنتظرون، هم المنتجبون، وهم المجتبون كما في الرواية. تعالوا انظر أولا إلى هذه المصطلحات. الأول قالوا هو الاصطفاء. ما هو الاصطفاء؟ الاصطفاء يعبرون عنه هو اختيار الأحسن من الحسن. عندك مجموعة من الأشياء كلها حسنة، ما هو الاصطفاء؟ أن تختار الأحسن من هذه المجموعة من الأشياء الحسنة. مثلا لو كان عندك أحجار كريمة كلها حسنة كلها جيدة، هذا ذر يماني، هذا عقيق، هذا كذا، لما تختار الأحسن من هذه المجموعة الحسنة، لما تختاره وتنتقيه لكونه أحسن شيء من هذه المجموعة، عند ذلك يقال اصطفاء. فلما اختار الله سبحانه وتعالى أحسن ما اختاره لخلقه وعباده وهو نبينا صلى الله عليه وآله أطلق عليه، قال هو محمد المصطفى. اللهم صل وسلم.
يعني هو الأحسن من الحسن، هذا هو الاصطفاء. نأتي إلى الارتضاء. ما هو الارتضاء؟ قالوا الارتضاء هو اختيار الشيء ما يبلغ بالمختار غاية الرضا وكمال الرضا. انت صحيح ممكن في هذه الأحجار تأخذ أحسن شيء من الحسن، هذا اصطفاء، لكن هل هذا الذي أخذته واصطفيته بلغ بك أنت المختار غاية الرضا وكمال الرضا؟ إذا كان قد بلغ بك غاية الرضا سمي هذا الارتضاء. ولذا الارتضاء هو اختيار الشيء الذي يبلغ بالمختار كمال الرضا وغاية الرضا عنده. فلما اختار الله سبحانه وتعالى عليا عليه السلام، سواه اختار خليفة على الناس، بلغ الله سبحانه وتعالى غاية الرضا. ليش؟ على أساس إكمال الدين. لما اختير أمير المؤمنين خليفة على الناس كمل الدين، يعني بلغ بالمختار غاية الرضا، لقب أمير المؤمنين بعلي المرتضى عليه السلام. هذا هو الارتضاء. نأتي إلى الاجتباء حتى نتعرف على مقام الإمام الحسن. لماذا لقب بالمجتبى؟ الاجتباء قالوا هو جمع المتفرقات المصطفات. ماذا يعني؟ الآن نضرب مثال أفضل الأمثلة كما أشرنا. الآن لو عندك 10 من الأحجار الكريمة، أخذت الأحسن من الحسن من بينها، صاروا كم؟ 9. هذه 9 أيضا فيها حجر كريم هو الأحسن من الحسن، أيضا أخذته، صاروا كم؟ 8. هذه 8 أيضا أنت تريد أن تختار الأحسن من الحسن فيها، أيضا أخذته، صاروا عندك 3. هؤلاء 3 ماذا؟ مصطفات، لأنهم أحسن من الحسن. لما تجمعهم، تجمعهم أنت كلهم، يقال لهذا أنك الآن اجتبيتهم، لأنك جمعت المتفرقات المصطفات. زين، كيف هذا المعنى دخل في حياة الإمام الحسن عليه السلام؟ تجي إلى الإمام الحسن عليه السلام لتجد أن النبي صلى الله عليه وآله أشار في روايته إلى هذا المعنى، قال هذا السيد المجتبى، ما قال فقط هذا المجتبى، السيد يعني ماذا؟ ثم قال في رواية أخرى: من أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي عليه السلام. زين، كيف الجنة فيها أنبياء وفيها أولياء وفيها نعم أوصياء وأولياء ومن عباد الله الصالحين في الجنة، كيف صار سيدهم؟ نقول لأنه الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء الأحسن من الحسن وجعلهم مصطفون في الجنة، فجمعهم بماذا؟ بمن؟ بالحسن عليه السلام، فصار هو سيدهم، فصارت عملية الاجتباء بالحسن عليه السلام، فصار إمامنا عليه السلام هو الحسن المجتبى عليه السلام، لأن جمع الله كل من في الجنة، هؤلاء المصطفون جمعهم بالحسن عليه السلام، فصار هو سيدهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هكذا هو مقام الإمام الحسن عليه السلام. نسأل الله بحقه أن يفرج عنا وأن يشفي المرضى وأن يفك الأسر وأن يرد الغرباء بحقه وبحق الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية وثالثة: الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما بلغت مولاتنا الزهراء عليها السلام شهرها التاسع بمولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان ذلك في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية لهجرة شانك الرحمن
تنصر المستضعفين تأيد السادة القادة وكل عدو الله يهديك.